دايما بنقول رمضان زمان كان وكان ونفتكر واحنا صغيرين وقد ايه كنا فرحانين. يلا نخلي رمضان السنه دي احلى رمضان. يلا نقرب من رحيقه الشوارع ونسال على بعض ونطمن على بعض ونحتفل بالعباده والصيام والقرب من الرحمن. رمضان زمان هو رمضان دلوقتي، بس الفرق ان الوقت هيجري ونقول على رمضان السنه دي كان زمان وكان وكان وكانت احلى الايام. العباده فرصتك في رمضان ده ان هو يبقى احلى رمضان. العباده بركه طويله. اهلا بيكم في برنامجكم هنا الاصدقاء. رمضان كريم عليكم كلكم، يا رب رمضان السنه دي يكون احلى رمضان عليكم كلكم، على المدرسين وعلى اصحابي وعلى الناس كلها. والنهارده احنا معانا مباركات كويله ومعانا طنط مي، وهنبقى نعمل تجربه. وما تنسوش تبقوا تشتركوا في قناة استوديو بركات كويلة. وهنروح فاصل ونرجع تاني. رمضان زمان كان وكان ونفتكر واحنا صغيرين وقد ايه كنا فرحانين. يلا نخلي رمضان السنه دي احلى رمضان. يلا نقرب من رحيقه الشوارع ونسال على بعض ونطمن على بعض ونحتفل بالعباده والصيام والقرب من الرحمن. رمضان زمان هو رمضان دلوقتي، بس الفرق ان الوقت هيجري ونقول على رمضان السنه دي كان زمان وكان وكان وكانت احلى الايام. العباده فرصتك في رمضان ده ان هو يبقى احلى رمضان. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني. واحنا معانا دلوقتي عمو بركات وطنط مي، وبعديها هنتعرف عليهم وبعديها هنعمل التجربه. نتعرف على مين يا حبيبتي؟ نتعرف عليك. نتعرف على مين؟ نتعرف على طنط مي. ايوه انا ايه يا حبيبي، انا خلاص اتشلت من البرنامج خلاص يعني من الحلقه دي خلاص كده. طب الاول رحبي بطنط مي بتاعتك اللي انت فرحانه بيها اللي انا هاكلها دلوقتي، عشان عايز اقول حاجه مهمه جدا للجمهور بسرعه عشان الوقت ضيق. اتفضلي. ازيك يا طنط مي؟ ازيك يا انا حبيبتي، عامله ايه الجمال ده والحلاوه دي؟ شكرا حبيبتي. طيب الحب خلص؟ اه. طيب اقول انا بقى مساء الفل عليكم، كل سنه وانتم طيبين. نجم مصر، نسيت انت تقولي نجم مصر يا فنانة. عايز اقول حاجة مهمة جدا، اولا كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ان شاء الله، وربنا يكرمكم بالخير والستر والصحة، وربنا يشفي مرضانا ويرحم موتانا، امين يا رب العالمين. اولا انا عامل اغنية صغيرة لهنا هغنيها، بس قبل ما اخش الاغنية انا اسف يعني يا مي، عايز اقول بس كلمتين بسرعة جدا. اولا الحمد لله بفضل الله وكرم الله البرامج بتاعتي بتاعت هنا وبتاعت رحيق جاي لنا ثلاث عروض من ثلاث قنوات، يمكن انا مكلمك على واحده منهم كويس، فده فضل وخير من ربنا. انا اتصلت بيك امبارح قلت لك ايه؟ ان في قناه. قولي اللي انا قلته لك. ان في قناه عايزينا ايوه نبقى نعمل فيها البرنامج بتاعنا. تمام،
فاحنا الحمد لله جاي لنا يعني عرضين كويسين، العرض الثالث مش قد كده بس عرضين كويسين جدا. ولكن احنا قلنا، ويمكن في ناس في القناه هنا عارفه، لما الفتره اللي فاتت اللي عدت قلت احنا هنخلينا في قناه الصحه والجمال شويه نقف جنبهم وهم يقفوا جنبنا عشان نقدر نعمل حاجه في المستقبل ان شاء الله. ولكن مفيش مانع لو في عرض كويس ومناسب ومش هيخلينا برضو نقصر هنا، فان شاء الله نقدر نتحرك. لكن انا مبسوط وفخور الحمد لله، وبحمد ربنا جدا وبشكر حضراتكم اللي احنا الحمد لله الحمد لله متشافين، والحمد لله الحمد لله بيجي لنا عروض كويسة، يمكن عرضين كويس وعرض مش كويس، بس على الأقل أحسن من ما فيش، والحمد لله ده خير وإن شاء الله خير. أنا عامل لك بقى أغنية. ماشي. بص بقى ركزي، الأطفال اللي بتفرج عليها تركز عليها عشان أنا صايم بس، فالأغنية اسمها بقى معايا. طب ما أنا كمان صايمة. ماشي كلنا صايمين، المشكلة بس أنا بحب أحس نفسي اللي عامل حاجة يعني. بصي بقى. يا هنا يا هنا يا هنا. مش أنا مش أنا مش أنا يا هنا يا هنا يا هنا مش أنا مش أنا مش أنا اللي كلت الكنافة والقطاي. طب وانا ما سالتكش على اصلا ايه ده اصلا هسالتكش على الكنافه والقطايف امبارح. يا هنا يا هنا يا هنا مش انا مش انا مش انا اللي كلت كنافه والقطايف. طب عادي ما تاكلها. طيب صحيح. انا ما بحبش اصلا القطايف. اصل هي لما الواحد بيبقى قاعد جنب الزملكاويه بياخد منها طاقه سلبيه. زملكاويه طاقه سلبيه. طب احنا اصلا لسه ما ابتديناش الحلقه. ماشي طالما انت اللي متحكمه النهارده في البرنامج خلاص. اتفضل. احنا النهارده هنعمل تجربه، بس انت عايزه اسالك سؤال. اول سؤال، حد عارف ايه التجربه؟ سهل. ما انا ما اعرفش. انت لا انا ما اعرفش. انت هتعملي ايه بقى؟ احنا هنعمل تجربه وانت هتشوفها دلوقتي. ماشي اتفضل. اولا هجيب ميه. دي بنت مصر دي، خلي بالك. كوبايه وميه. دي عالميه كبيره دي. حط شويه ميه في الكوبايه. ايوه علي صوتك عشان كلها نسمع. حط شويه ميه في الكوبايه. حط شويه ميه في الكوبايه. تتريقش. ممكن تطلع بربريه. ممكن تطلع فعلا. وعايزين الوان طعام. الوان طعام شفت افتحها. حاضر. في دي عرفتوا بقى حضراتكم هي طلعتني في الفقره دي ليه وقالت نتعرف عليها؟ عشان حضراتكم انا اللي طالع. لا عشان دي اهو عرفتوا، يعني انا اصلا مش طالع، هم مطلعيني كده عشان اساعدها. اتفضلي يا فندم. انت فتحتها بطريقه ماشي تاني. اتفضل. حط شويه من الالوان. الله. اتفضل. شكرا. مش عايزين بس نضيع الحلقه كلها في التجربه. على مهل. هقلب ونشرب ولا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشرب ازاي؟ طيب حط. انت عارفه يا هنا الاهلي ده افضل نادي في افريقيا صح؟ انا ما سالتكش اصلا. ده بالنسبه لك دايما انت. ايه؟ دايما بالنسبه لك يعني. انت حط شويه ميه في الكوبايه. انا بتكلم بس لحد لما التجربه ما تخلص. انا مستنيه. بص هتعمل بقى دلوقتي، هتعمل دلوقتي بتاع خرزه عشان يبقى ايه؟ خرزه. الخرزه دي في عين اي حد بيحقد على الاهلي يعني. في شمعه. شمعه. التجربه دي اسمها ايه برضه؟ ما قلتش اسمها. اسمها فاير اند ليكويد. طبعا انت فهمت يعني ايه صح؟ طبعا. فهمتي ايه؟ اوبا الاحراج. ايه الاحراج ده؟ ايه الاحراج ده؟ دلوقتي احنا لا بس هي سمعت على فكره يعني قالت صح. دلوقتي عم بركات هيولعها. اشمعنى بقى؟ طبعا طبعا المفروض الاطفال ما تولعش، فهي مطلع. طب هولع واطلع طبعا صح؟ لا هتولع وتقعد. والله الله اكبر الله اكبر. بس ممكن اطلعك. ممكن اطلعك لو عايز. انا اسف. لا سالتك اطلعك. هقعد ساكت. هولع وانا ساكت. قصدي هولع حد وانا ساكت. هولع فين يا فندم؟ هتحطها هنا. شوف هذا. ما بتعرفش تولع كويس. والله ما انا بقالي كتير ما استخدمش الحاجات دي اصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قول يا رب قول يا رب. ما تلسعنيش بس. ده لو اعملها احسن منك. يا ابني مش كده. والله تقريبا كده. سيب سيب. خلاص هنحط الشمع. الله اكبر كده. أيوة. بعديها هنحط الكوبايه الازاز دي جوه على الشمع. اللهم صل على النبي. ايه يا بنت مصر ده؟ يا بنت مصر تعرف بس ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ امسكي كده شكلها هتفرقع. بس الميه بتطلع يا بنت الايه. شفت يا بنت اللذينه؟ ده ايه ده بقى؟ ده بقى ده بقى ده عشان
ده سحبت المايه كلها في الكوبايه. ايوه طبعا الكاميرا ما جابتش الحركه دي صح. المايه طلعت لفوق. طب اقولها لك فيها تاني؟ ما اعرفش. احكي لي بقى ايه ده بقى اللي حصل ده عشان استنى خدي منديل. والله العظيم انا طلعت المساعد بتاعها مش فاهمين القصه. اكسيد اشرحي للاطفال بتوعك الفكره يلا عشان نبدا عشان انا جاي سخن النهارده. عشان هي في ماده اعتقد اسمها اكسيد الكربون. ايوه اكسيد الكربون. أيوة. اللي بيعمل كده يخلي الميه تطلع لفوق. تطلع لفوق والشمع ولا لما الميه تطلع بقى خالص لفوق الشمع تطفي. دي بقى التجربه نتعلم منها ايه يعني؟ نتعلم منها ان محدش يمسك الكبريت تاني. يعني انت بتجيبي لي الكبريت اقول لها فيهاش في الاخر محل. لا انت بتتعلم يا جماعه وانا لسه هتعلم. انا هقول لك التجربه ان دي اقعدي بقى اتفضلي اقعدي سيبي لي سيبي سيبي الشغل للمساعد بتاعك هو اللي هيلم لك الليله بعد الاكل. اكسيد الكربون بيعمل كده فالميه والنار مش ما بيتفاعلوش مع بعض كتير. الميه انا الميه وانت النار. انا اقوى منك فانت ما استحملتش وجريت. لا يا بابا لو هنتكلم على القوة الأهلاوية أقوى من الزملكاوية بكتير. معناها معناها حاطط الزملكاوية في دماغه ليه؟ يعني حاول مالكش دعوة بينا. أنا آسف سوري. إن المية أنتوا اللي بتعملوا فتنة. سوري. إن المية أقوى من النار عشان النار دي نوع من أنواع الجاز. فالجاز ده مش يعني المية أقوى من الجاز عشان المية دي ليكويد حاجة سايلة. حاجة سايلة والنار دي حاجة كده زي بخار. فهم ما يتفاعلوش مع بعض. شطورة والله شطورة يا هنا. شطرة يا بنت مصر. دي بنت مصر اللي عملت اختراع برضو في الديكور القديم وعملت اختراع البقاليل ده اللي كان هيفرقع في الاستوديو كله. انا كنت على فكرة تاني ده كنت عايزك تمسكه كده. شوفي امسكه فيك بتقولي قدام الناس عايزة تولع فيا. عايزة لا عايزة يمسك. طب احنا دلوقتي بقى نتكلم مع طنط ماي رأيك؟ ولا ما اتكلمش انا معايا عشان بص اصلا واخد جنب منها لوحدي. ممكن تتكلم معايا. نتكلم معايا عادي. سيبيها يا بنت انا المساعد بتاعك اشيلها لك. ماشي. انا هخليك تتعب يعني في الحاجه. بص يا هنا دلوقتي هي زملكاويه. صح؟ ما بيعملش اي سنس بس اوكي كمل. ايه ما بيعملش اي سنس؟ ايه الاحراج ده؟ مفيش سنس. ده احراج قوي. احنا كلنا بني ادمين. لا هو لا مش قادر يقتنع ان 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 الكوره دي يعني شيء احنا بنحبه بنتفرج عليه. انا مفيش فيه احنا كلنا مصريين. هو مش قادر يقتنع بكده. دايما بيدخل الفتنه بينا. يا هنا انت لا دايما بتدخل الفتنه بينا. شفتها لبستني الطرده في وش ازاي؟ انا لبست انا صايم. انت عارف انت عارف ليه يا عملت كده؟ ليه؟ عشان انت لما جيت ترش في وشك رشت لها. ايوه عشان هي دي زملكاويه تستاهل عادي. لا ما بيعملش اي سنس برضو. ما فيش سنس. ما بيعملش سنس. لا هو يا هنا المشكله كلها ان هو عمل فيا المقلب. انا فاهمها جدا. هو عمل فيا المقلب الاولاني قعد يرش عليا فوم كده لغايه ما دخلوا في زوري اتخنقت. في ايه يا جماعه؟ استني بس انا حبيت ارد له المقلب. شفت ان هو كان هيجي على شفت الطايه كانت عامله ازاي في وشه؟ انا كنت شايف ان هو هيجي في عينيها. انا عندي بس فهي بتاخد ريفنج. مش مشكله انا البس 100 تورتايه و100 فوم. انا بس ملاحظ ايه اللي انت تقول سنس وهي تقول فوم. هو في يا جدعان لا ده مالها احنا صايمين. From today we're going to talk English. I don't care. انا لا اهتم بهذه اللغه الفرعيه في حياتي. هتكلميني انجليزي هكلمك انجليزي. If you want to talk with me talk in English. ايوه فهمي بقى معايا عشان دي زملكاويه. الزملكاوية لازم تتكلم. But all of the people know English, no German, no everything. لا 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 no everything للزمالك خالص. انت عارفه هنا. بصي انا عايز اقول لك حاجه. مش معنى ان هي زملكاوية هتفهم الانجليزي كله. ترجمي لها. محتاجه ترجمه. انا مش عارفه اقول له ايه بصراحه. طيب ما كل المدارس بيتعلموا فيها فيها مدارس بتعلم عربي. لا الزملكاوية لا لا. لا الزملكاويه. طب وانا رايي ان الزملكاويه على فكره يا جماعه مش كل الزملكاويه بس هي مي هي الزملكاويه مي على فكره ده ملهوش اي ده ملهوش اي لازمه. طب بذمتك يا هنا انت بتحبيني انا اكتر وبتحبي كوتا اكتر؟ لا هتكسفك يعني
هتكسفك. انا سايبه ده لضميرك. لا لا هتكسفك، ما تدخلش نفسك في مقارنه. انا مستنيه بصراحه ردك صراحه. ايه ده انت لسه بتفكري؟ سد ودنك. ليه سد ودنك؟ هتختارنا. هتختار ايه؟ سد ودنك. لا جاوبة خالص، ما اسمعش حاجه. بركات انت سامعني؟ مش فاهم. وانا تختار. انا عارف ليه تختار. خلاص انا بحب الاثنين، بس انا احبهم الاثنين. خلاص يا جماعه. بس عايزه، بس انا عايزه ان بركات يعني يفتكر ان هو انا بحبه اكتر، عشان هو انتوا مش عارفين هيعمل فيا ايه. يا روحي. فانا بحبكم انتوا الاثنين، فانا هقول ان انا بحبه اكتر. خلصونا يا جماعه الحلقه كلها صمت ولا ايه؟ شيل ودنك. خلاص يا لهوي، ده كنت بغربه طبعا. اخترتين انا طبعا. ده بالحب مش بالعافيه. طبعا. ايه طبعا دي؟ حاسس ان في لقمه زملكاويه في الموضوع. أنا مش فاهمة أنت ليه بتدخل النوادي في كل حاجة، الكورة في كل حاجة. بصي بس أنا ما بحبش الكورة فما بتكلمش فيها كتير. لا أنا بصي مش كل الأهلاوية زيه على فكرة. إيه زيه؟ أنا عارفة. لا خالص. مش كل الأهلاوية منفسنين زيه. أنا صايم يا جماعة. لا 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 ده منفسن جدا. أنا صايم يا جماعة. طب هو أنت ليه بتدخل الصيام في الكورة، في اللغات، في التجربة، في البرنامج؟ إيه الإحراج ده؟ ما أنا صايم يا بنتي، صايم. لا انت هتيجي يوم عندي استوديو ماشي، وهنعمل فيه اكتر من اللي احنا عملناه في التورتايه. اكتر من التورتايه. جاب له فوم وتورته. طب ما هو عمل. ولا نجيب له خير مخلل. يا مامي العنف ده. عشان انت بتدخل حاجات في بعض ملهاش اصلا. صايم بس قولي له كده بقى. طب ما انا صايمه. ماشي، ايه المشكله؟ احنا انت عارف، انت عارف انا قلت انا صايم كام مره؟ كام يا باشا؟ قلتها 100 مره تقريبا. دي اول مره يصوم فيها. جوه ولا ايه؟ غششوكي جوه قالوا لك احرجيه؟ والله العظيم اقوم. اول مره يصوم فيها فهو فرحان. والله اقوم. لا خلاص خلاص. حاجة هو اصلا ما بيعيا، ما بيعيطش حاجه. ايه ده يا اخي ده؟ صايم يا هنا، صايم. طب ما انا صايمه. ماشي. احنا كلنا ناس عايزين. طبعا انا انا بس عايز اقول حاجه. انا بشكرك يا مي، بعيدا طبعا على الاهلي والزمالك. مش عارف كل ما اجيب سيره الزمالك بعيط، مش عارف ليه. عشان انت كنت زملكاوي بعدها. لا بجد والله. لا 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 والله هو الموضوع صعب علي. صعب علي. صعب علي. بس بما ان انا بس ضيفتك النهارده يا هنا، فلازم احترم وجودك طبعا. فانا هحاول ان انا ابقى انا هبقى ست شيك كده، ومش هحاول ان انا ابهدله زي ما بهدلته عندي في الاستوديو. انا هكلمك بجد بعد انا. وعايزه اقول لك يا هنا ان اصلا الفيديو بتاعه ده يا جماعه عمل عدد مشاهدات عندي رهيب. هقوم يا مي، يعني بقى ترند اصلا. انا شفت فيديو. شفتيه؟ لا غير الفيديو بتاع التورته والفوم. في فيديو شفته عندك بس مش هقول هو ايه عشان انا مش عايزه. كان معايا فيه؟ لا هو لوحده. ماشي انت عارف. خلاص بتكلم. فانا مش هقوله دلوقتي. طيب. عشان مش عايزين الفرص صوتك يقل. طيب اولا انا بشكرك بجد على الاغنيه الجميله اللي انت طلعتي معانا فيها دي، يا عيال يا عيال بتاعت رمضان. لا دي كانت اجمل حاجه بصراحه. في رمضان. لا انا بجد بشكرك وبجد احنا تعبناكي، وبشكرك يا هنون، وبشكر طبعا كل الاطفال اللي حبايبنا طبعا، عشان قاعد الضيف مش عارف فين كاميرتي ولا عارف اي حاجه. كاميرتك اهي. كاميرتي ايه؟ دي كاميرتي. بص كده، بص دي وصل بيا الحال اللي البنت اللي انا بدربها هي اللي تقول لي بص كده وبص كده. انا طبعا هستضيفك عندي. ماشي. تمام في البرنامج بتاعي. طبعا انا البرنامج بتاعي مختلف شويه، غير ان انا بتكلم عن الزمالك لاني بحبه. تمام. وهو في الدم. جالي نكته عن الزمالك. قولي اقول نكتة. قولي له النكتة يعني. بتاع النكت. اقول ايه؟ قولي قول. لا قولي لي قول يا كتة. قول يا بركات. أيوة. برافو. مرة واحد زملكاوي بعد ماتش الاهلي ما كسب جالي قال لي يا كتة هو الاهلي بيكسب ازاي؟ قلت له اسأل قفشة. بالبركة. انت مش واخد بالك. استني بس. استني. لا لا بس خليك مش هخليك تطلع في البرنامج تاني. هنا احنا ما نسمعلوش. لا ماشي، لان هو اصلا تحس ان عنده حاجه غلط. نكته. استني بس. نكته تاني.
اخر نكته اخر مش نكت. عارفه ايه حكايه النكت. سيبيه سيبيه. ما ينفعش تقول نكت اكتر. ليه؟ نكته واحده. نكته واحده. خلاص يعني؟ طيب خلاص. ماشي. شويه بيزعلوا خلاص. اه احنا بنزعل فما تحاولش تقرب مني. فارجع تاني لكلامنا يا هنا. انا ان شاء الله هستناكي عندي بقى في البرنامج بتاعي. طبعا مش هنجيب بركات معانا اصلا. مش هيخش تاني الاستوديو عندي اصلا. تمام؟ وهنعمل انا وانتي بقى. انا بعيدا بقى عن الرياضه وبعيدا بقى عن الزمالك والاهلي عشان هو دايما بيتكلم في الموضوع ده كتير. طب واحنا البرنامج بتاعنا خلص. ايه ده؟ معلش البرنامج بتاعنا خلص فهنرجع لكم لحد التاني. ويا رب تكونوا استمتعتوا في الحلقه دي. طب والنبي اقول نكته. والنبي اخر نكته. باي باي. طب استنى اخر نكته. طب اخر نكته. قول النكته بسرعه. مره واحد زملكاوي جالي برضو تاني وقال لي يا كوتا يا كوتا هو الاهلي كسب الزمالك ازاي؟ بالبركه. محمد شريف برضو. بالبركه بالبركه. يلا قول لهم باي بقى. قول لهم باي باي. باي. باي.